هنعمل بقى ايه دلوقتي؟ هنعمل خبز الباجيت. طيب خبز الباجيت اللي احنا هنعمله دلوقتي جلوتين فري. عشان نعمل خبز الباجيت محتاجين 1¾ كوباية من الدقيق خالي من الجلوتين، 3/4 معلقة من بذر الكتان، معاه معلقتين كبار من المية. المية بتبقى عادية يا جماعة في درجة حرارة الغرفة مفيش مشكلة. وعندي ربع كوباية من النشا، معلقتين صغيرين من الخميرة أو معلقة كبيرة خميرة، رشة ملح، مية حسب ما يعجن معانا، لأن كل نوع دقيق خالي من الجلوتين بياخد كمية مية مختلفة. معلقة كبيرة عسل، معلقة صغيرة خل التفاح، معلقة كبيرة من الزبدة، والزبدة دي ممكن تكون زبدة نباتي أو تكون زيت جوز الهند، سبراي زيت. وللتقديم أنا حاطة زبدة ومربى، ده طبعا كده إيه اختياري. البيض هنا بياض بيض بس، يا ريت تصلحوا. ايوه شكرا. البيض هنا بياض بيض بس يا حبايبي. ما انا خدت بالي، شكرا. وعندي نشا زياده علشان الفرد والتجهيز. نعمل ايه بقى؟ بسم الله. هنا الدقيق عليه النشا. الناس اللي ما بتستخدمش نشا الذره تستخدم نشا بطاطس مفيش مشكله خالص. رشه الملح، الخميره، واخدهم على العجان. تمام، هاخدهم على العجان. هنزل بذر الكتان. لا لازم انزل كل حاجه لان هو المقدار اصلا ايه بالظبط بالظبط، فما ينفعش اسيب حاجه في البولات، لازم انزل كده. وبعدين اقوم جايبه دول خلطهم الاول مع بعض، وهجيب ويسك عشان اضرب بياض البيض هنا. هنا حاجه بسيطه يعني، عايزاه بس مش يبقى مرنج ولا حاجه، بس يا دوبك يبقى فلافي شويه. بصوا يا دوبك بس كده يبقى عامل زي الرغاوي كده، مش عايزاه مرنج ولا حاجه، بس ده هيفرق معايا جامد قوي في القوام الداخلي بتاع العيش. اشغل هنا، اخلط، وبعدين انزل الخل، انزل العسل، انزل بياض البيض اللي انا ضربته شويه بره كده، انزل الزبده او زيت جوز الهند عشان الحساسيات المتعدده. انا مش عايزه انسى حد، ومش عايزه حد يحس ان هو محتاس. وبعدين بقى ابتدي اعجن بالميه لحد ما تلم معايا، لحد ما العجينه تلم معايا. انزل بمقدار الميه، لازم العجينه تبقى مسيله شويه يا حبايبي. العيش الجلوتين فري لازم يبقى مسيل شويه، يعني طري قوي، طري. العجينه لازم تبقى طريه قوي. لمت طريه، اوقف الميه، صاج عليه ورق زبده او سيليكون باد، وغطيته بالنشا. وهاخد، بصوا العجينه عامله ازاي. بصوا عادي جدا، عادي جدا اشكل اهو، ده الرغيف ده، اشكل على النشا. وما قلقش خالص يا جماعه، عادي انه يبقى طري قوي كده، عادي جدا اهو. شويه نشا فوق كمان. النشا اللي استخدمتوه بقى نشا الذره، نشا البطاطس زي ما انتوا عايزين اهو كده اهو، اتفقنا اهو. واسيبه مره تانيه علشان يخمر. بعد ما يخمر، بعد ما يخمر التخميره التانيه، اقوم جايبه الزيت تك تك تك. عايزين تدوله تشريحتين كده على الوش ما يقولش لا، قال يعني باجيت عادي ماشي برضو مفيش مشكله اهو. وعلى الفرن.